بقولك يا حبيبتي، انا هقوم بقى احضر الشنطه عشان ما اتاخرش على السفر. لسه برضه يا بابا مصمم على السفر ده؟ احنا هنتكلم في القصه دي كل شويه وانا فهمتك اللي فيها. اللي تشوف. الو، بقولك ايه، اسمعني بس، صاحبك مسافر النهارده وهنتقابل النهارده في البيت. ايوه، امان الامان، ما تخافش. بقولك ايه بقى يا حبيبتي، بص بقى، انا عايزك بقى تجهزي نفسك كده عشان خاطر هنقضي يومين مع بعض حلوين جدا. لا، ما انا مراتي فهمتها ان انا مسافر. يا بنت مش هتبقى موجوده، انا هاخدها اوديها عند بيت ابوها وهجيبك انتي. افهمي بقى وشغلي دماغك، انا مظبط كل حاجه. طيب ماشي ماشي، هكلمك بعدين. سلام. خلاص ماشي تمام. لا لا، هكلمك تاني. ماشي، عشان ما تأخرش. خلاص. يا حبيبتي خلصت. هتعوز ايه تاني؟ لا كله تمام كده. المهم انت مش هينفع تقعدي هنا لوحدك. هو انت كل ما هتيجي مسافر برضه تفضل تقولي روحي عند ماما روحي عند بابا؟ عشان انا قاعده في بيتي براحتي. عشان ابقى مطمن. انا كده مش هبقى مطمن. اسمعي الكلام ويلا. حاضر ماشي، شوف هروح وهرجع تاني. ماشي. فاكر نفسه ذكي قوي، هريح دلوقتي. يا بنت ما تخلصي بقى عشان نلحق. ايوه جاي اهو. ركزي بقى، ده ايه القرف ده؟ ايه يا حبيبتي، يلا عشان ما نتاخرش. ماشي. يلا يا حبيبتي. ادخلي انت بقى، ما تنساش تسلمي على ماما. حاضر، خلي بالك من نفسك. حاضر، وانا هكلمك. ماشي. ايه يا بت، بقول لك ايه، جهزت نفسك؟ طب حلو قوي، انا خلاص مشيتها وعدل عليك اخدك دلوقتي. لا لا لا، انا ان شاء الله كل 10 دقايق ابقى عندك. ماشي تمام، سلام. امشي يا اخي. الو، ايه يا عماد، انت فين؟ قلبي وصلني عند بيت ابويا، انا ما دخلتش. بقول لك ايه، هنتقابل في بيتنا ماشي؟ اهم حاجه انه فهم انه موديني عند امي. يلا باي. بقول لك ايه، روح انت بقى عند بيت ابوك وانا رايح الشغل. لو عايزه تباتي يوم ولا اتنين براحتك، عشان انا كده كده عندي ورديه وابات هناك. ماشي حاضر. ماشي، روح انت. خوري خلقتيني. اما بروح بقى للحته بتاعتي. تعالي يا حبيبتي ادخلي. ادخلي بقى، ايه عايزك تاخدي راحتك وما تخافيش. عندك اوضه النوم اهي، واوضه النوم بتاع مراتي. واقول لك حاجه كمان، البسي لبسها وروقي على حالك. يلا ادخلي. يا سلام عليك يا ابي احمد، ده انت عليك شويه افكار. علمها هي عظمه. تعالى. ايوه كده، زي ما انا بقى ايه، جهزت نفسها. انا كمان اجهز نفسي واروق على حالي. بقول لك ايه يا حبيبتي، ظبطي بقى كده نفسك، وعلى ما تجهزي نفسك هدخل الحمام انا كمان اجهز نفسي، عشان عايزك بقى النهارده تدلعيني اليوم بتاعنا وبس. يا ابني ما تخافش، مالو قلبك ضعيف كده ليه؟ ده بيتي بيتي وصاحبك هارتي ضحيه. انت شايفه ان مفيش اي حد هنا؟ انا مش عارفه انت خايف كده ليه؟ ده بيتي مفيش حد هنا، وبعدين هو سافر سافر. بقول لك يا حبيبي، ما تجيش فوطه من عندك. ايوه يا حبيبي حاضر. ايه ده؟ انت مين؟ انت بتبص لي هنا؟ وريني وشك، وريني وشك. بقول لك مراتي، انت بتخوني ليه؟ هو انت مين؟ انا مراتك يا حبيبي، مالك؟ هو انا مش مودي عندي بيت ابوك؟ نسيت حاجه وجيت اخدها. طب يلا يلا تعالي، يلا عشان اجيب حاجه بس نسيتها. لا لا، تجيب حاجه ايه؟ تعالي بس عشان ننجز ننجز. ايه ده؟
يا خاينه يا زباله، تقدري تقولي اللي جابك هنا؟ بتخونيني ليه؟ هو مين ده؟ مش عارفه هو في ايه. ايه الصوت اللي جوه ده؟ في ايه؟ اه يا زباله، يعني ما كل ما تروح عند بيت ابوك بتيجي هنا؟ ايه ده؟ انت مين بتعمل هنا؟ وانا اللي خرج اوضه نومي؟ انت بتخونيني مع ده يا زباله؟ نهار اسود ومنيل، مين دي؟ وبتعمل ايه هنا في اوضه نومي؟ انت بتخونني مع دي؟ ده دي مراتي. بتخونني مع جوزك. اه انت زعلانه؟ زعلانه ان انا بخونك؟ ما انت كمان بتخونيني اهو. انت زعلانه؟ زعلانه ان انا بخونك؟ ما انت كمان بتخونيني اهو. كل عايز اوصل لك من الفيديو ده انك كمان تدوني جدال. واي حاجه يا شباب هتفكروا تعملوها غلط صدقوني هتلاقوها في اقرب الناس ليكم مننا فينا، وهنتخان زي ما انتوا بتخونوا هتتخانوا. يا رب الرساله توصل. لو حد عجبه الفيديو يعمل لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.